السلام عليكم. نكمل الحديث على التكنيكس، أساسهم بي سي آر، ولكن طبعا بياخذوا أسماء مختلفة. طبعا هنا هوت ستارت بي سي آر بكلمتين مختصرات، إنه إحنا بنبدأ البي سي آر بتمبرتشر عالية، يعني إحنا بنعرف عندنا 95 اللي هو ديناتشريشن. اوكي، بنبدا التيوب، نضع التيوب في الجهاز وعندنا 95. وذكرنا كمان في مختصر الحديث هنا انه في عندنا بعض الكتات في البي سي ار بيجي بيكون عندنا فيها انتي بادي. تمام، انتي بادي مع ايش؟ في نفس الانبوبه الانتي بادي بيكون رابط على الاكتف سايت بتاعت الانزيم. في عندي ال 95 طبعا بصير عمليه الدينا ريليزنج لهذا الانتي بادي، وبيبدا البي سي ار رياكشن يشتغل والانزيم يشتغل. هذا بسموه هوت ستارت بي سي ار. عندنا مفهوم اخر اسمه الليل سبيسيفيك بي سي ار. الليل سبيسيفيك بي سي ار، الليل سبيسيفيك بي سي ار بسموه امبليفيكيشن برضه ريفراكتوري ميوتيشن سيستم. انه هذا دايجنوستيك، انه لما بكون عندي حاجه بسموها سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. بتذكروا لما ذكرنا انه احنا ممكن نستخدم ريستريكشن انزيمز في عمليه الدايجنوسيس. تمام، وقلنا مثلا لو بدي اعرف انا هذا عنده سيكل سيل انيميا وما عندوش سيكل سيل انيميا، طبعا سيكل سيل انيميا في عندي تشينج في النيوكليوتايد، ممكن يكون هذا عند سيرتن تشينج يعمل كات سيرتن انزيم، ولما بكون نورمال مثلا ما يعملش كات او العكس. فهذا عباره عن دايجنوسيس. الان طبعا ممكن احنا هو يعني بحب اتحدث اقول انه دائما المولكولار تكنيكس تو تكنيكس نيدد از نيدد تو تكنيكس ار نيدد في عمليه انه يعمل الايدنتيفيكيشن او الدايجنوسيس على سيستم الكونفيرماتوري في هذا الموضوع. فبيجي عندي تيست اسمه سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم تشيك اب. كيف هذا بياتي عندنا؟ هذا هحاول اطلع على الصوره على اساس اختصر برضو الحديث هنا. تمام، بالشكل الموجود عندي خلينا نطلع عنا على الصورة هنا. اللي بيحصل عنا في الليل سبيسيفيك بي سي ار امبليفيكيشن فراكتور ميوتيشن سيستم، انه انا اذا كان عندي هنا في عنا ميوتيشن، تمام، هذا اعتبر عندي نيوكليوتايد فيها ميوتيشن، وهي عندي الستراند موجودة عندي. الان تروح انت بتعمل ديزاين، تمام، اكسبكتد انه there is ميوتيشن. تمام، الديزاين هذه اوكي بحيث انه يكون النيوكليوتايد اللي هتربط مقابل للنيوكليوتايد اللي فيها صار ميوتيشن تكون وكانه في عندنا ميوتيشن. يعني بمثلا لو انا جيت طلعت كان عندي هنا في النقطه البيضاء انه هذا عباره عن تي، تمام، محل السي، معناته بكون هنا عندي الكومبلمنتري تاعتها عباره عن ايش؟ عباره عن اي. واضح بشكل او باخر. طيب هذه برايمر، في عندي طبعا برايمر اخرى بشكل او باخر. الان ايش بصير عندنا في القليل في الامبليفيكيشن فاكتور ميوتيشن سيستم؟ بصير في عندنا ديزاين انه بروح بحضر البرايمر اوكي فيها تو مس ماتش. تمام، الاولاني طبعا على اساس انه يكون عندي مس ماتش بمعنى انه محضر للميوتيشن، وكذلك بعدها تقريبا باربع نيوكليوتايد. اوكي، او بالمعنى الاصح خلينا نقول كالتالي، عفوا النيوكليوتايد هنا هذه اللي فيها اللي هو الميوتيشن، معناته هذه عباره عن نيوكليوتايد مطابقه للميوتد نيوكليوتايد. تقريبا قبلها باربع نيوكليوتايد من البرايمر من التري برايم بروح بصير عمليه ديزاين لنيوكليوتايد تكون نون كومبلمنتري لمين لهنا. يعني مثلا هذه نورمال وهي عبارة عن سي، بتروح انت بدل ما تحط هنا جي، تمام، بتروح تحط مثلا اي. تمام، لو صار عندي الرياكشن انا وكان عندي هذا النوع من البرايمر الذي يحتوي على نيوكليوتايد كومبليمنتري للميوتنت نيوكليوتايد وكذلك نيوكليوتايد مس ماتش، تمام، في حالة ما بكون عندي اذا كان عندي نورمال الستراند، تمام، هيكون عندنا كم واحد مس ماتش؟ هيكون عندنا بس واحدة مس ماتش، لأنه هذه ما صارش فيها ميوتيشن. واضح؟ ما صارش فيها ايش؟ ميوتيشن. تمام؟
الآن أعيد تاني. إذا كان عندنا هنا هذا عبارة عن تمبليت، في اعتبر هنا ميوتنت، أوكي؟ فإحنا في عندنا نيوكليوتايد موجودة، عفوا إذا سوري إذا كان هذا نورمال، عفوا نورمال، إذا كان هذا نورمال معناته هذا النيوكليوتايد نورمال وهذه عبارة عن مس ماتش، تمام؟ الآن البرايمر اللي إحنا حضرناها وكأنه فيها عبارة عن النيوكليوتايد ولا الميوتنت، إذا كانت ميوتنت طبعا هذه نورمال، أو عندي نيوكليوتايد كمان أخرى للمس ماتش. فلما بيجي بتشبك البرايمر على التمبليت وفي عنا تو مس ماتش، صار تو مس ماتش لأنها نورمال، فمعناته البرايمر مش هتمشي في موضوع الدي ان اي سينثيسيس وحيمشي عند الار ان اي بوليميريز، الدي ان اي عفوا بوليميريز. ليش؟ لانه البرايمر مش هتمسك على اللي هو التمبليت زي الناس. لكن اذا كانت عندي البرايمر، تمام، ايش يعني؟ هنا في عنا موجوده عندي نورمال، اوكي، هنا عنا قلنا عباره عن ايش، هنا ميوتنت سوري، وهنا مس ماتش، هنا عبارة عن إيش؟ نيوكليوتايد أساس إنه عندي فيه ميوتانت، وكان عندي هنا مس ماتش قبلها بأربع نيوكليوتايد، اعتبر هذه مس ماتش، أوكي؟ فمش هيكون في عنا مشكلة في الحالة هذه. ليش؟ لأنه وان نيوكليوتايد فبتمشي الأمور، واضح؟ عندي وان نيوكليوتايد فيها بروبلم، ففي الحالة هذه ما فيش عندي أي مشكلة، تمام؟ وهذا الأساس بيحصل عنا. إذن خلينا أعيد تاني إنه هنا one nucleotide mismatch، تمام، one nucleotide mismatch اللي أنت حضرتها، تمام، one nucleotide إيش mismatch، وهنا في عنا إيش two nucleotide mismatch، أوكي. بس أنا one nucleotide mismatch لأنه هذا التمبلت برايمر مالها فيها طفرة، فعشان هيك النيوكليوتايد اللي عقبالها it's okay. لكن لو قلنا النيوكليوتايد اللي قبلها بأربع نيوكليوتايدز، تمام، ايش هيكون عندي؟ هيكون عندي الوضع مختلف، اوكي. او مثلا نقول انه النيوكليوتايد المس ماتش هنا والنيوكليوتايد النور الميوتنت هنا، تمام، هيحصل انه في عندنا بس هذه المس ماتش هي اللي حتعمل عملية يعني انحراف، تمام، وبعد هيك حيمشي السيكونس، واضح، حيمشي عندي انا السيكونس. اذا هذا المقصود في الامبليفيكيشن ريفراكتوري ميوتيشن سيستم، وهذا بيعطيني اشعار اذا كانوا عندي انا مثلا كروموسوم، تو كروموسوم، كروموسوم من فادر ومن مادر، وبدي اشوف هذه الميوتيشن، بقدر من خلال هذا البرايمر، اوكي، اني اقدر اقول والله اذا كانوا التنين كروموسوم فادر ومضر عندهم، تمام. الان انت ممكن تروح تحضر كمان تيوب وتحط فيها نورمال، ايش نورمال برايمر بدون مسماتش، اذا والله اعطاني رياكشن في النورمال معناته انه هذا الامور عادية، ما فيش عندي انا اللي هو اني بروبلم في الطفرة، اوكي. اذا اعطاني التنين، اذا انا حضرت برايمر على اساس انه انا في عندي ميوتيشن، اوكي، برايمر على اساس انه انا في عندي ميوتيشن، اوكي، الان اذا كان نورمال حيكون عندي واحدة مس ماتش وواحدة ايش، واحدة ميوتنت، اوكي، وعصر هما نورمال، فتنتين مس ماتش، فتنتين المس ماتش مش حيجي. اذا لما بكون الفادر والمادر نورمال حيشبك، مش حيشبك نورمال، مش حيشبك عندنا الرياكشن بشكل او باخر اذا كان عندي البرايمر في هذا الديزاين، تمام، اذا كان انا البرايمر بهذا الديزاين، اوكي، بميوتنت. لكن اذا كان عندي البرايمر بالديزاين هذا، تمام، بالديزاين هذا، وفي عندي وان نيوكليوتايد مس ماتش، حيمشي عندي النورمال نو بروبلم، طبعا حيمشي عندي الميوتنت، لكن النورمال مش حيمشي اذا كان تو، لو كانت واحده
حيكون عندي نورمال بشكل او باخر. هنا على فرضيه انه هذه هي نفسها هذه البرايمر، تمام، بشكل او باخر. يعني اذا كانت تنين نورمال فادر مدر، انه الرياكشن مش حيمشي زي هذا كله. لكن اذا واحد فادر عنده ميوتيشن والتاني نورمال، اذا واحد حيعطي والتاني مش حيعطي. هذا امر واضح في هذا الموضوع. اذا هذا الجانب من ضمن اللي هي عباره عن تكنيكس نستخدمه، وهذا الكلام كله عباره عن بي سي ار. نيجي نطلع على حاجه بسموها سنجل ستراند كونفورميشن بوليمورفيزم، وهذا الكلام تحدثنا فيه. واحنا نيجي نرجع الامور بشكل عكسي. يعني احنا مثلا وتحدثت الكلام هذا بس اعيد عليه بسرعه، انه انا لو عندي انا الدي ان اي موجود وعملنا بي سي ار للارج بيتا جلوبيولين، اعتبروا هذا عندي اللارج بيتا جلوبيولين موجود عندي، وقلنا بدنا نشوف هل في طفره عند مكان معين في هذا 2 كيلو بيس بير الموجود عندنا ام لا. الان هذا الامر بتروح انت على اساس انت تقدر تتعامل، مش معقول تروح تعمل سيكونس من 1 إلى 2000 تقريبا نيوكليوتايد، وهذا مكلف. فبتروح بتعمل ايش؟ بي سي ار، تمام، لمين؟ لاجزاء من هذا النيوكليوتايدز الموجوده عندي. يعني هنا عندي 2000 من هنا الى هنا، فانت بتقسمها لفريجمنت 1، فريجمنت 2، فريجمنت 3، فريجمنت 4، وبتعمل بي سي ار في التيوب هذه الها تيوب، وهنا بي سي ار الها تيوب، وهنا بي سي ار الها تيوب، بي سي ار الها تيوب، وكل واحده له برايمر. هنا في عندي برايمر، هنا برايمر، وهنا برايمر، وهنا كذلك برايمر، كل واحدة لها تيوب، تمام؟ هذا الأمر احنا بنعمل له عملية التحضير. البي سي ار برودكتس الآن لهذه القطع الأربعة، أوكي؟ احنا بنحاول نعمل انفستيجيشن لهم، فعملنا لهم بي سي ار. الآن بعد هيك بنروح بنعمل على نتحدث هنا على السنجل ستراند كونفورميشن بالمورفيزم، بنعملها ران على البولي اكريل اميد جيل اذا ذاكرين الكلام هذا، وبنعمل عمليه الكومباريزون ما بين الكنترول ران، تمام، سواء كان بوزيتيف لنورمال لبوزيتيف لانسان مثلا مريض بميوتيشن معين او ما شابه ذلك، او بنعمل ران كمان لنورمال عشان نقارن. طبعا بكون هناك معمول بي سي ار برضه لنورمال، تمام. ايش اللي بيحصل عندي انا الآن؟ الفكرة بتاعت هذا إنه لو كان عندي أنا نيوكليوتايد واحدة مختلفة، تمام، الآن اعتبر مثلا فريجمنت نمبر 1 للبيشن وفريجمنت نمبر 1 للكنترول. إذا كان في الفريجمنت نمبر 1 نيوكليوتايد عند موقع معين وعملنا ران لهذا الفريجمنت وعملنا ران للنورمال، تمام، هيحصل إنه في الموقع هيختلف، يعني كل واحد هتاخد بوزيشن مختلف، تمام. الان البرودكت بتاعت البي سي ار احنا بنعمل له كولينج قبل ما نعمل له رن في الجيل، تمام، نعمل نوع من الديناتشريشن بحيث تكون عندي سنجل ستراند هي اللي ماشيه في وين؟ في داخل ال الموضوع هنا يتمثل عندي بالشكل هذا، اوكي، انه الان في عندنا موجود بي سي ار اس سنجل ستراند كونفورميشن بوليمورفيزم نفس الحدوده. انا لو عندي انا هذا الوضعيه نفسها، عندي الليل 1، الليل 2، الليل 3، انا بدي اطلع عليه. مثلا لو انا في عندي الليل نمبر 1 عينه فيها الليلات، الان ممكن هذا الشيء يعمل لي ايفالويشن، مش شرط يكون لميوتيشن، ممكن يعطيك اشعار انك انت عايز تعمل توصيف لطبيعه البوليمورفيزم الموجوده عندي في البابيوليشن. لانه احنا قلنا البوليمورفيزم مش شرط تكون عباره عن طفره، ممكن يكون امر طبيعي عند الناس. فمن هذا الشكل بيعطيني لو كان انا عندي مثلا انسان عنده هذه النوع من الالليلات. طبعا اذا كان هذا عندي الليل موجود هنا والليل موجود هنا، تمام، معناته التنين هذا كروموسوم فادر وكروموسوم مدر، التنين هياخذوا نفس الموقع، هاي التنين نفس الموقع، الليل هنا والليل هنا نفس الليل، معناته هياخذوا موقع واحد. اذا كان عندي الاختلاف الوضع ايش يعني؟ انه هذا عنده مثلا هنا ايه
وهنا عنده فيها سي، معناته هذا حتكون عبارة عن تي وهذا حتكون عبارة عن جي. فبتوقع أن يكون عندي أربعة سينجل ستراند، يعني أربعة ستراند عندي على الأمر هذا، تمام؟ هذا الوضع. إذا كان عندي عينة نفس القضية، هذا وضع مثلا ممكن يكون هذا اعتبري نورمال وهذا اعتبري أب نورمال، تمام؟ ميوتنت، فمعناته هيأخذ موقع مختلف عن هذا، تمام؟ كبوزيشن، ليش؟ لأن النيوكليوتايد اختلفت. إذا هنا نوعا ما ممكن نقول عندي بوليمورفيزم، اتس اوكي. أو ممكن أجي أقول مقارنة مع الأليل هذا، إنه هنا ما فيش عندي أنا هنا، هنا في عندي ديفرنت، طبعا معناته حيكون في عندي ديفرنت أليلز مختلفين، عفوا. اوكي، فهنا المقارنة ما بين هوموزايجوس، تمام؟ إنه هذا هوموزايجوس أب نورمال وهذا هوموزايجوس ممكن يكون نورمال، أو تعتبر هذا نورمال وهذا أب نورمال، اتس اوكي، مش قضية كبيرة. طيب نيجي ل مثال آخر، أو بيقولوا عنا ميتيليشن سبيسيفيك بي سي آر. إيش يعني ميتيليشن سبيسيفيك سي آر؟ بيقول لي والله مثلا أنا بدي أعمل ايفالويشن لمين؟ للبي 53 بروتين، وبدي أشوف إذا كان في عندي أنا البي 53 هذا البروموتر تاعه صار في عندي ميتيليشن لمين؟ للبروموتر في مناطق بسموها السي بي جي آيلاند، اللي يعني بسموه آيلاند، مناطق يكتر فيها السي والجي، يكتر فيها السي وإيش؟ والجي. فكيف أنا بدي أقدر أعمل تشيك أب للموضوع هذا؟ بقول لي هنا أنت بتعمل بي سي آر لمين؟ لهذه العينة بتاعت المريض عند هذا التارجت إيريا متعارف عليه. طبعا تستخدم برايمرز في الحالة هذه، أوكي. إيش بقول لي هنا؟ بتروح انت بتعمل عملية تريتمنت، تمام، بصوديوم باي سلفايت للعينة. صوديوم ايش؟ باي سلفايت. ايش الصوديوم باي سلفايت هيعمل؟ اذا كان عندي السيتوسين موجودة، تمام، ومش سير لها اي ميتيليشن، اوكي، it will be converted to uracil، تمام. اذا العينة انا مش عارفها نورمال ولا مش نورمال في منطقة السي بي جي من ناحية الميتيليشن. فإذا كانت العينة السي الموجود في منطقة البروموتر مش ميتيليتد، معناته حيتحول السي إلى إيش؟ إلى يوراسيل. إذا كانت ميتيليتد، الصوديوم بايسلفايد مش هيعمل عليها أي تغير. نيجي نشوف الشكل كالتالي. الآن هنا العينة صوديوم بايسلفايد تريتمنت، والله إذا كان فيها ميتيليشن، تمام، إذا كان فيها ميتيليشن مش حيصير فيها اي تغير، انه السي حتتحول حتضلها السي سي، لكن لو فيها ميتيلي لو ما فيش فيها ميتيليشن السي حتتحول لمين؟ ليو. الان طبيعه البرايمر اللي احنا بنحضرها، اوكي، البرايمر عباره عن جي سي، هنا عفوا يمكن الرسم مش جاي صح. الان اذا كان انت معد برايمر على اساس انه يكون عندي نورمال، تمام، معناته انت البرايمر تاعتك بدها تكون اللي هي عباره عن بدل بتتوقع انه على اساس يربط على هذا السيكونس، اذا كان عندك صار لها تريتمنت وكانت السي تحولت الى يو، معناته بدها تعمل حسابك انك انت تعمل بدل اللي هو عقبال اليو ايش، لان اليو قلنا عباره عن تي، تعمل عقبالها ايش؟ اي. وضع عقبالها ايش؟ عقبالها ايه. فهذا اللي بصير عندنا لما بكون عندي انا عامل انت البي سي ار برايمر، اوكي، بحيث انه تكون البرايمر وكأنه كله فيها يوراسيل، تمام، معناته انت عامل على اساس انه عندك ايه يوراسيل، اوكي، يعني تحط ايه معاك بدل عند كل مكان ممكن يشتبك مع اليو، تمام، اكيد حيشبك. لكن لو كان فيها ميتيليتد هتشبك ولا مش هتشبك البرايمر؟ مش هتشبك البرايمر، لانه انت حاطط A على جبال C، وهذا مش منطق الA، مش هتشبك على C، فمش هيصير هناك عملية binding او يصير عندي نوع من الانيلينج للبرايمر. فمعناته هنا البرودكت هيصير في عندنا برودكت. ليش هيصير مثلا عندي انا برودكت؟ على اساس هنا ذاكر انك انت حطيت وكأنه ما فيش هناك صار ميتيليشن، ما صارش فيه هناك تشينج بالصوديوم بايسلفايد، تمام. على هذا الاساس مش هيعطيني عندي برودكت، بمعنى انه انت مختار برايمر على انه السي حتضلها سي،
عشان هيك اعطاني برودكت. هنا ما اعطانيش برودكت لانك انت مختار نفس البرايمر الموجود عندي هنا، وهنا صار في تحول من السي لليو، اذا هيك مش هيحصل عندي برودكت. وهذا بيعطيك اللي هو اذا كان عندك كروموسوم صار موجود فيها وكروموسومات موجوده، فبيعطيك اشعار انه عندي بوليمورفيزم او ما عنديش بوليمورفيزم فيها، مش بوليمورفيزم عفوا، ميتيليشن للسيتوسين او ما صارش. عندي احد اسمه مالتيبلكس بي سي ار. مالتيبلكس بي سي ار برضه سهل، انه انت ممكن تشتغل بي سي ار في 1 تيوب، تمام، في 1 تيوب، والوان تيوب هذه تعمل فيها مور ذان 1 بي سي ار رياكشن، بس يكون في حسابك انه كل الرياكشن تاعت الفريجمنت مثلا من كروموسوم نمبر 1 ورحت استخدمت فريجمنت من كروموسوم نمبر 4 وهلما جرب تعملهم بي سي ار، اعمل حسابك انه الكونديشن حيكون دسيم، انه من ناحيه الانيلينج، تمام، والناحيه طبعا اهم شيء موضوع الانيلينج، وكذلك موضوع طبعا الاليونجيشن دسيم، وموضوع اللي هو ديناتشريشن دسيم، فممكن ينتج هذا شغله. الشغله الثانيه بدك تحطها في الاعتبار انه ما يكونوش نفس اللينكت، لو يكون نفس اللينكت كلهم يعطوك نفس الحدوته نفس اللوكيشن مش منطق. اذا لو كانوا عندنا ديفرنت سايزز، تمام، معناته حيعطوك بالفعل ديفرنت لوكيشن، وحيقول لك والله انه المالتيبلكس بي سي ار اشتغل عندي صح واعطاك ماني برودكتس في 1 تيوب، على الاساس يسموه مالتيبلكس بي سي ار. نست بي سي ار انه بصير في عندنا دي ان اي بدي اعمله انا بي سي ار، ولكن مثلا الان بيجي بيقول لي مين افضل اني اعمل بي سي ار للفريجمنت اللي انا فرجيتك اياهم الان في بتاعت البيتا جلوبولين من الهول جينوم، اعمل الفريجمنت نمبر 1 و 3 و 2 و 4 مثلا، والله اعمل من البيتا جلوبولين جين. فطبعا افضل انك تعمل من البيتا جلوبولين جين، فهذا الاساس بيقول تعمل انت نستد. ايش يعني؟ بتروح بتعمل بي سي ار للبيتا جلوبولين جين كله، يعني بتحط اللي هو برايمر، بتعمل ديزاين لبرايمر عشان يغطي لك ال 2000 بيس بير 2 كيلو او ال 1600 اللي هو طول الجين، وبعد هيك من هذا البرودكت بتعمل البي سي ار تاعت الفريجمنت تاعتك، فريجمنت نمبر 1 و 2 و 3 و 4، تمام، وحيكون هيك على شغل، خلينا نقول على شغل انظف، بمعنى اصح ما فيش عندنا حيكون انترفيرنس، وفيش عندي كراودد دي ان اي موجود از اهول جينوم. هذا بسموه نستد بي سي ار، نستد بي سي ار. النوع الاخر في موضوع البي سي ار، في حاجه بسموها كوانتيتيف بي سي ار، انه انا عندي بي سي ار عايز اعمل بي سي ار، والبي سي ار هذا بدي اعمل عمليه كوانتيتيف، تمام. يعني مثلا خليني اذكر كابلكيشن، لو انا مثلا بدي اعمل فولو اب مثلا للكورونا فيروس، فولو اب لماليجنانت سيلز بشكل عام، والله كويس اني اشوف الكوبي نمبر، تمام، بشكل او باخر للفيروس، سواء كان ناس عندهم هيباتايتس بي، عندهم كورونا فيروس، تمام، او بلاش نقول كورونا او ما شابه ذلك، فيروس اخر طبعا، اذا كان عندي دي ان اي ار ان اي عفوا في كورونا حوله لدي ان اي، خلينا نقول كدي ان اي مباشره، لان هذا يحتاج الى ريفيرس، اوكي، فحيعمل عندي انا ممكن اعمل كوبي نمبر، وهذا كويس في عمليه المونيتورينج، تمام، انه يعني الان في المستشفيات في يوروب في امريكا وبريتش عندهم تحليل بسموه مينيمال ريزيديوال ديزيز، انه انت بدك تعمل فولو اب. يعني مثلا والله انا بدي اعطي علاج عشان يكون واضح لا انترفيرون للناس اللي عندهم هيباتايتس، والله بنقدر نقول نعطي جرعه كبيره جرعه صغيره، فهذا ممكن انت تعمل ايفالويشن من خلال تشوف قديش في عندنا كوبي نمبر للفيروس، تمام، او مثلا انا بدي اعطي علاج لكيموثيرابي لكانسر لوكيميا كانسر مثلا او للينفوما، فانت ممكن تعمل كوبي نمبر للكلونز، قديش في عندك كلون من الخلايا المانيجلاند، تمام، هل احنا بالفعل شفينا والعلاج اللي استخدمناه 100%، هل الجرعه اللي استخدمناها 100%، اذا مين بيعطيني اشعار وانديكيشن اللي هو قديش في عندي كوبي نمبر، وهذا الكلام بقدر اعرفه من خلال الكوانتيتيف بي سي ار، تمام، ومن خلال حاجه بسموها ريال تايم بي سي ار. الريال تايم هو عباره عن جهاز بيعمل لي بي سي ار، لكن بيقدر يقول لي عند سيرتين كوبي عند سيرتين سايكل
قديش او سيرتين تايم، طبعا في المدام بتحكي عن سيرتين سايكل، قديش عندنا اللي هو كوبي نمبر وكيف وضع الرياكشن ان جنرال. هذا اللي سميناه ريال تايم، او هو عباره عن كوانتيتيف ريال تايم بي سي ار. الان ممكن انت تشتغل الشغل زي ما ذكرنا موضوع الكورونا، ممكن انت تعمل اللي هو عباره عن تحول الار ان اي لا دي ان اي، بيعطيك كومبلمنتري دي ان اي، وفي نفس الوقت طبعا هذا بتحتاج الى جاست وان سايكل، تحول الار ان اي لدي ان اي تمام. وبعد ما يتحول الار ان اي لدي ان اي تمام، ممكن انت في الحاله هذه تعمل بي سي ار وتشوف كم كوبي نمبر عندك، ولانه طبيعه الدي ان اي هو بيعطي دلاله بطبيعه اللي هو الار ان اي. وطبعا هنا حيكون عندك انت كنترول، لانه العمليه حتكون محسوبه من خلال كيرف. يعني بكون انا في الاصل عندي في التعامل مع هذا الايفالويشن من خلال عندي كنترول بسيرتين كونسنتريشن. يعني معروف انا والله انا عندي مثلا كنترول لبيتا جلوبيولين جين عند سيرتين مثلا مايكروغرام، نص مايكروغرام، 20 مايكرو، نص مايكروغرام مثلا 100 نانو، 20 نانو، 10 نانو، وبيعمل عندي كيرف بشكل او باخر، وهذا بيعطيك قديش كوبي نمبر تمام بشكل او باخر لكل كوانتيتي انا بديت فيها من الرياكشن اللي انت اخذته طبعا تاعك. وبتشوف كمان عن العينه تاعتك انت اللي اخذتها للمريض، وحيقع وين الموقع بتاع في الكيرف هذا الموجود عندي او في الستاندرد كيرف اللي هي العينه ذات يو ار انترستد ان، زي ما هنشوف في الفيجر ليتر اون تمام. اذا هذا الكلام بيحصل عندنا، ولكن بيجي بيقول لي هناك اوجه للتعامل مع الريال تايم بي سي ار. ممكن تستخدم سايبر جرين تمام، او تستخدم عباره عن فلوروفور كونتيننج دي ان اي بروب، بقول عنها تاج مان، يعني عباره عن بروب نوع من انواع النيوكليوتايد اوليجونيوكليوتايد عليها ايش سيرتين فلوريسنس ماتيريال. حنكون نوضح الامور بشكل او باخر ان جنرال تمام. طبعا هذا الكلام بنحضره، وكانه انت بتقول لي بتشتغل الريال تايم بي سي ار على عده اوجه. الوجه الاول دي ان اي بايندينج ايجنت، انه في عندنا جرين اسمها سايبر جرين، يعني داي، الداي هذه بتكون عباره عن سايبر جرين. بنسمع بالايتيديوم برومايد، الايتيديوم برومايد هي عباره عن صبغه. كيف احنا بنشوف الدي ان اي من خلال الصبغه؟ انه الدي ان اي بصير انتجريشن له between the two strand من خلال الايتيديوم برومايد وانت بتشوف. الان هنا السايبر جرين هي عباره عن صبغه، كل ما بتشكل عندي دي ان اي جديد بتروح الصبغه بتعمل انسيرشن في هذا الدي ان اي تمام، انسيرشن في هذا الدي ان اي وبيعطيني فلوريسنس. يعني بنصير في عندنا الجهاز موجود فيه زي اكزايتيشن ايميشن، يعني في عندنا ليزر بيم بيعمل اكزايتيشن للصبغه تمام، وبعد هيك بصير ان الصبغه طبعا السايبر جرين بتعمل ايميشن. وهذا كل ما كان عندي اللي هو عباره عن اكزايتيشن ايميشن اكزايتيشن ايميشن بتجمع في ديتكتور هذا الايميشن، وبعد هيك بصير عباره عمليه اللي هي تناسب طردي ما بين قديش عندي كوبي نمبر وقديش في عندي ايميشن من هذه الداي نتيجه الهيت اللي ضربناه بالليزر بيم. هذه فكره اللي هو السايبر جرين. اذا السايبر جرين هي عباره عن داي وهي موستلي يوزد وارخص حاجه تمام، انه الدبل ستراند دي ان اي مع البي سي ار بيكون فيها فلوريسنس ماتيريال اسمها سايبر جرين داي اوكي. وبنقدر نعمل ميجرمنت لمين؟ للانتنسيتي اوف هذه الداي او لهذا الفلوريسنس اللي ممكن احنا نحدده بشكل او باخر تمام. وقديش انا في عندي نمبر بكون عندي قديش في عندي اللي هو انتنسيتي لللايت اوكي. طبعا هذا الكلام ممكن يعرفوه من خلال كيرف ستاندرد كيرف كان بي بريبيرد فروم ذس ثريشولد سايكل. يعني بيعمل لي زي علاقه ما بين، خلينا نطلع على الشكل هنا عفوا، هنا سايبر جرين ايش يعني؟ عملنا بي سي ار برايمر اشتغل وبدت يصير عندي دي ان اي، يتشكل عندي صار في انيلينج للبرايمر مع اللي هو التمبليت وببدا يتشكل الدي ان اي اوكي.
كل ما في عندنا صار بناء للدي ان اي من التاج بوليميريز بيبدا يصير انسيرشن للداي، انسيرشن للداي شغال، انسيرشن للداي 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 الى، وفي نفس الوقت ايش بيعمل؟ بيعمل فلوريسنس. يعني كل ما بصير الونجيشن كل ما بصير انتجريشن لمين؟ للداي، وبيعمل انتنسيتي لللايت، وهنا بصير عندي علاقه. هنا الصوره بتوضح لي زي كيرف علاقه، وكانه علاقه عكسيه طبعا لوغاريتميك، والا هو طبعا اكيد كل ما السايكل نمبر بزيد بزيد ايش؟ الكوبي نمبر، بس انا على اساس لوغاريتميك فاجت العمليه وكانه اعطاني ستاندرد كيرف للعينه الستاندرد الموجود عندي، اوكي؟ اللي هو هذا الستاندرد الازرق زي ما احنا شايفين بشكل او باخر، تمام؟ وممكن يكون عندنا عينه موجوده تقع في موقع من هذه المواقع ويعطيني اللي هو قديش في عندي كوبي نمبر من اللي انت ذكرته مقارنه مع الكوانتيتي اللي حطيتها، وبصير عندنا مقارنات في هذا الامر. هذا عندنا كوانتيتيف بي سي ار باستخدام اللي هو الداي، اوكي؟ وهنا بقدر اعطي اشعار انه قديش في عندي كوبي نمبر من الكانسر سيل، كوبي نمبر من الفيروس الموجود عندنا، وهل مثلا اعطاني انطباع انه والله بالفعل العلاج سليم مش سليم، ازود علاج اقلل علاج، هل المريض ممكن يدخل على ريلابس، الامور زادت في التسارع، الامور مش كويسه، هل المريض بدا يشفى. اذا مين بيعطيني هذا الاشعار؟ بيعطيني هذا الاشعار اللي هي عباره عن ريل تايم بي سي ار من خلال تكنيك بسموه مينيمال ريزيديوال ديزيز، زي ما حنشوفه ليتر في اكزامبل في نفس الحدوته. النوع الثاني اللي هو هيدروليسيس بروب. ايش يعني هيدروليسيس بروب؟ بتروح انت بتستخدم البرايمرات موجوده، وبكون عندك انت بروب هدول راندوم مش بكولي على التمبليت، اوكي؟ تمام. وبيحصل عندنا اذا والله عندي انا الان البروب هذا، البروب بروب عباره عن اوليجو نيوكليوتايد تتشكل قولي من 20 30 نيوكليوتايد، في الفايف برايم تاعتها بكون في عندنا ماده موجوده، تمام. هذه الماده بسموها ريبورتر فلوريسنس ماتيريال، بقول عنها ريبورتر، موجوده عندنا ريبورتر، تمام، في البروب، وقولي في الفايف برايم بتاعت البروب، وفي الفايف في التري برايم في عندنا ايش؟ كوينشر. الان هم موجودين على البروب، طول ما هم موجودين على البروب المواد هي عباره عن ماده فلوريسنس اللي هي الريبورتر، والكوينشر هي ماده ممتصه لهذا الفلوريسنس، تمام؟ طول ما هم على البروب، كويس؟ تمام. الان ايش اللي بصير عندنا؟ لما بيجي عند البرايمر الاصليه بتشبك على التمبليت وبيبدا الانزيم يشتغل. الان هدول البروب موجودين راندوملي على التمبليت الدي ان اي، تمام، موجودين ايش؟ راندوملي. اللي بيحصل عندنا هنا وشبكات طبعا على البروب، بيجي بيشتغل اللي هو الدي ان اي بوليميريز، وهو ماشي ببني ايش بيحصل؟ بروح بيبدا يكسر النيوكليوتيد الاولى في البروب تطلع بعيده، تمام، واللي بعده واللي بعده وبعده بالكوينشر. الان الريبورتر بيبعد عن الكوينشر. احنا قلنا في الوضع الطبيعي الداي بيطلع فلوريسنس من الريبورتر بيجي على الكوينشر، هنا معناته الكوينشر بصير بعيد، بصير يطلع الداي تاعته. وين بتروح؟ بيجي بصير عندنا بنضرب بالليزر بيم لهذا الريبورتر بلايت، تمام، وبعد هيك بصير ايش؟ اكسايتيشن ايميشن، في عندنا ديتكتور باخذ الايميشن هذا، وبصير في عندنا تجميع لهذا اللايت، تمام، تجميع لمين؟ لهذا اللايت، وبصير هناك علاقه طرديه ما بين بالفعل صار في عندي بناء، في عندي بي سي ار، يعني معناته صار في عندي اللي هي وجود كوبي الوت، معناته في عندي سيجنال الوت، معناته في عندنا ديتكشن الوت لا فلوريسنس انتنسيتي، معناته في عندي كوبي نمبر الوت بشكل او باخر. هذا بسموه الهيدروليسيز الموجود عندنا، اوكي، تمام، اللي هو هذه الوضعيه اللي احنا ذكرناها في هذا الجانب. هذا تمثيل لمين؟ لموضوع الهيدروليسيز اللي بيحصل عندنا.
هاي عندي هنا وضع عام ما فيش عندنا، لكن عندما تخرج على النص بصير excitation emission إلها بشكل عام. تمام، هذا بالنسبة لموضوع الهيدروليسيس. الهايبريدايزيشن بشكل مختصر انه بكون عندنا في الهايبريدايزيشن بكون عندنا بروبز موجودة، ولكن البروبز هذول بكونوا قاعدين جنب بعض. ولكن ايش بيحصل عندنا يعني بشكل شوية فانتازيا، بروب في نهايتها بكون في عندنا ريبورتر، والبروب الثانية اللي ممكن تقعد جنبها في بدايتها اللي هي كوينشر. لما بقعدوا جنب بعض اذا الريبورتر طلع داي فلوريسنس لكوينشر بوخده. تمام، في الوضع الطبيعي، لكن عندما ياتي الدي ان اي بوليميريز ويبدا يعمل عمليه البناء، تمام، بيحصل عندنا ايش؟ عمليه اللي هو ريليزنج للنيوكليوتيد الاخيره اللي عليها الكوينشر الريبورتر، فبصير في عندي لايت بيم من الليزر بيعمل هيت اكسايتيشن، بصير عندي اميشن بشكل او باخر، وهيك بيحصل عندنا عمليه هو تجميع لايت. تمام، بمفهوم هايبريدايزيشن برو. تمام، ولكن طبعا هذا لا يستخدم، والتكنيكس اللي قبله بتاعت الهايدروليسيس لا يستخدم الوت لانه مكلف اكثر من اللي هو السايبر اجري. هنا بتحدث عن الابلكيشن بتاعت ريال تايم بي سي ار، وهذا الكلام تحدثنا عنه في السابق، لانه في هناك اكثر من فائده لهذا الامر في موضوع الانفكشن ديزيز، في موضوع الكانسر، في موضوع المايكرو كلينيكال مايكروبيولوجي لابوراتوري، ممكن موضوع الكنترول اوف ذا ديزيز دراج بشكل او باخر في الفارماكولوجي. هذه كلها امور طبعا ممكن نستفيد منها موضوع ريال تايم بي سي ار. هنا النقطة اللي ذكرتها واحب اكيد عليها اللي هي شيء اسمه مينيمال ريزيدوال ديزيز، زي ما ذكرت لكم انه هنا احنا ممكن نعمل بي سي ار، ممكن نعمل ريال تايم بي سي ار. احنا في البي سي ار بشكل عام العملية عبارة عن كواليتيتيف، اما هنا بنحكي عن عملية كوانتيتيف. تمام، يعني صعب تعمل عملية اللي هو السيجنيفيكانت ديتكشن لسيرتين كوبي نمبر زي ما تحدث عن موضوع ريال تايم. ومن هذا الباب يعني لو وجدنا مثلا عندنا مثال على سبيل المثال نون هوشكنز لينفوما فور اكزامبل، وجدوا انه مثلا السنسيتيفيتي لما نجي نفحص من خلال السيتوجينيتكس 1%، مورفولوجي 5%، ممكن يكون عندي هذه السنسيتيفيتي للفحص. يعني نمبر اوف سيلز، يعني هنا سيتوجينيتكس كان طلع على موضوع اللي هو كروموسومال ابنورماليتي، هنا موضوع مورفولوجي، هنا موضوع ميونو فينوتايبين. الان كسنسيتيفيتي ساوثرن بلوت طريقة اخرى فيش اللي هي فلورسنس سنسيتيف هايبريدايزيشن، كل هنا انا بكل بتزيد عفوا سنسيتيف الفحص. يعني ايش قصدوا عملية الديتكشن لو كان عندنا 3% من 0.3 ل 0.5 او 5% من العينات بيعمل الديتكشن هنا بالفيش. والبي سي ار نفس القضية 0.00، لو في عندنا مولكيول واحد لكل 1000 او خلية بين كل 1000 خلية ممكن احنا نلاحظ. هناك لو قلنا في عندنا كل 5 1%، 5% هنا 5 و 5%. هذا الكلام في البي سي ار مثلا اكثر حاجه ديتكشن لو كان عندي 1 in 1000، ولكن زي ما بقول لي في الملاحظه عندي هنا as the band on agarose gel may represent DNA from 1 or from 1,000,000 it is clinically important to be of value by making quantitative PCR to determine the need of chemotherapy for example. يعني احنا في الحاله هذه على اساس ان احنا بدنا نحاول في البي سي ار بعطيني، ولكن بضل كواليتيتيف. تمام، فمعناته احنا لازم نعمل عمليه كوانتيتيف بشكل بحيث ان نقدر نتعامل مع الديزيز من ناحيه كيموثيرابي، ونشوف وين الفولو اب للديزيز، وهل احنا دخلنا في مشاكل ام احنا دخلنا مثلا في ريكفري من هذا الديزيز. فبكون على راس هذه الاشياء اللي هي ريال تايم بي سي ار، اللي هي بالفعل حتكون السنسيتيفيتي عندها بشكل طبعا كبير جدا، يعني ممكن يكون اكثر بكثير من البي سي ار لانك تتعامل مع كوبي نمبر، وبيعطيك تحديد للنمبر اوف كوبي، وبيعطي دلالات لنمبر اوف كلون من الخلايا. هذا بالنسبه للمينيمال ريزيديوال ديزيز وعلاقته بريال تايم
بي سي ار. في عندنا الريفرس ترانسكريبشن بوليميريز تشين رياكشن، عبارة عن زي ما ذكرت الآن ممكن تعمل أنت انفستيجيشن، إنه في الأول تعمل ريال تايم ريفرس ترانسكريبتيز رياكشن، تمام، وبعد هيك تعمل اللي هو بي سي آر. وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا، إنه أنا ممكن كمان أعمل ريفرس ترانسكريبتيز وأعمل بي سي آر كريال تايم بي سي آر. ريفرس ترانسكريبتيز يعني أنت عندك بتبحث على ار ان اي، في عندك ار ان اي سواء كان كورونا فيروس سواء كان اذر فيروس ار ان اي اتش اي في فيروس، فممكن تحول هذا الار ان اي الى دي ان اي كومبلمنتري دي ان اي، تمام، ويكون من خلال ريفرس ترانسكريبتيز. وهذا الكلام ممكن يحصل عندي بوان سايكل. وبعد هيك تعمل بي سي ار، ممكن الحين تعمل ديتكشن او تعمل ريال تايم برضه بي سي ار. اذا في الفيرست ستراند ستريب ممكن يحصل من خلال 42 درجة مئوية وان سايكل في وجود اللي هو طبعا برايمر، وتحول الار ان اي الى كومبلمنتري دي ان اي، تمام، بس تحويل كمان مولكيول. بعد هيك بيحصل انه هذا الكومبلمنتري دي ان اي كان جنريت، طبعا هو جاي من المسنجر ار ان اي بتاع سنجل ستراند سواء كان لفيروس اند سو اون، تعمل بي سي ار، تمام، تعمل بي سي ار وبتعمل كذلك كوانتيتيف بي سي ار، تعمل كوانتيتيف بي سي ار عادي جدا في هذا الامر. طبعا في موضوع الار ان اي، طبعا يكون عندك مسجر ار ان اي عنده بولي اي، ممكن تستخدم بولي تي اساس تحول لكومبلمنتري، بعض الاحيان بيستخدموا سبيسيفيك برايمر، بعض الاحيان بيستخدموا راندوم برايمر اساس يبنوا مين؟ يبنوا اللي هو الكومبلمنتري دي ان اي اللي بيكون عندنا. وبعد هيك هذا الكومبلمنتري دي ان اي السنجل ستراند الموجود عندي هنا، هذا السنجل ستراند بس بضيفوا انزيم ار ان اي، بحطم لي الار ان اي، تمام، وبصير بعد هيك عمليه اللي هو وجود الان سنجل ستراند عندنا، في وجود دبل برايمر الريفرس والفورورد معناته حتتحول هذه الكومبلمنتري دي ان اي سنجل ستراند الى بعد هيك الى دبل ستراند كومبلمنتري دي ان اي، وبنقدر نفحص اللي هو قديش طبيعه الكوبي نمبر اذا معنيين بالريال تايم او مثلا نشوف البي سي ار بشكل عام. هاي فكرة اللي هو الريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار. ان شاء الله المرة القادمة حنتحدث على المولكولار كلونينج، ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله.